بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الدين هل يحبس به، وذكرنا أولى تلك الروايات ورواية عن عمرو بن شريد عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مطل الغني ظلم، وأن إن حل الدين وكان الرجل مليء يبقى عنده من المال ما يسدد به ذلك الدين، ثم كان يماطل في السداد، يؤخر ويرجئ ذلك السداد، فنقول هذا ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحل عرضه وعقوبته. كما فسر ذلك ابن المبارك رحمه الله يحل عرضه، قال يغلظ له، وعقوبته أي يحبس له. وده الشاهد من الكلام في الدين هل يحبس به أم لا. قلنا طبعا لو كان مليئا يبقى هيحبس في هذا الدين، قلنا حتى يسدد، قلنا يبقى الحبس، قلنا حتى يسدد. وإن كان غير مليء، إن كان ذلك المدين مفلس أو فقير، فعلى ذلك فنظرة إلى ميسرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، أي يجب إنذار ذلك المعسر، يجب إنذار ذلك المعسر، قلنا حنعطيه الفرصة، ولكن لا يحبس في هذا الدين، لا يحبس في هذا الدين. قلنا لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أو أوجب علينا هو إنذار ذلك المعسر، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ثم بيذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله جملة أخرى من تلك المرويات تحت هذه الترجمة، رواية عن هرماس بن الحبيب بن حبيب رجل من أهل البادية عن أبيه عن جدي أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي الزم، ثم قال لي: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ قال: يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك. فبيذكر هنا أيضا في أن يلزم ذلك الغريم الغريم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال إلزمه، ثم قال لي: أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ قال: فيه دليل على جواز ملازمة من له الدين لمن هو عليه بعد تقرره بحكم الشرع، يبقى بعد تقرر ذلك بحكم الشرع. قال: في هذا دليل على جواز ملازمة من له الدين لمن هو عليه، قال: بعد تقرره بحكم الشرع. قال الإمام الشوكاني رحمه الله عن أبي حنيفة واحد وجاي أصحاب الشافعي قالوا: إنه يسير حيث صار ويجلس حيث جلس، غير مانع له من الاكتساب، قال: يدخل معه الدار، قال: يدخل معه الدار. يبقى ده مقصود الملازمة، هذا مقصود الملازمة. وقال يبقى فيها جواز ملازمة من له الدين لمن هو عليه، ولكن بعد تقرره بحكم الشرع، بعد تقرر ذلك بحكم الشرع. وكما فسر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله أنهم قالوا: أنه يسير حيث صار ويجلس حيث جلس، غير مانع له الاكتساب ويدخل معه الدار، قلنا حتى يستطيع أن يأخذ ذلك الحق الذي له على ذلك المدين. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الغريم إذا طلب ولزم غريمه حتى يحضر ببينة القريبة أجيب إلى ذلك، لأنه لو لم يكن من ملازمته ذهب من مجلس
مجلس الحاكم، لأنه لو لم يمكن من ملازمته ذهب من مجلس الحاكم. وذهب الجمهور إلى أن الملازمة غير معمول بها، بل إذا قال له بينة غائبة قال الحاكم لك يمينه أو أخره حتى تأتي هذه البينة، حتى يأتي ببينة. وحمل الحديث على أن المراد أن يلزم الغريم بغريمه، أي بمراقبة له بالنظر من بعد. قلنا حتى لا يعني لا تكون له الفرصة للفرار والهرب، حتى لا تكون له الفرصة للفرار والهرب. قلنا الشارع أعطى الإنسان الحق في صيانة هذا المال، الشارع أعطى للإنسان الحق في صيانة المال. لذلك نقول أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا أنه في حالة الدين نقوم بكتاب ذلك الدين، قلنا صيانة لهذا المال من الضياع. وكذلك أيضا قلنا حتى لا يتفلى ذلك المدين، يبقى نقول أن الشارع أعطى ذلك الدان الحق في أن يلازم هذا الغريب. قلنا حتى لا يفر ولا يهرب، حتى لا يفر ولا يهرب. كذلك أيضا ذكر في رواية عن بوز بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة، قال أي في أداء شهادة بأن كذب فيها أو بأن ادعى عليه رجل ذنبا أو دينا، فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم صدق الدعوة بالبينة، ثم لم يقم عليه البينة خلى عنه. يبقى قال إن هو حبس رجلا في تهمة، يبقى ده متهم، وبالتالي في ذلك قلنا حتى لا تكون له الفرصة للفرار والهرب، يبقى نقول حيحبس. قلنا حتى يمنع من ذلك التصرف، حتى ننظر في شأنه وفي أمره، حتى ننظر في شأنه وفي أمره. يبقى نقول الله ده مجرد ادعاء ومجرد أنه ألقيت عليه تهمة، فعلى ذلك نقول حتى لا يفر، يبقى نقول أن الحاكم جاز له أن يقوم بحبسه فيما اتهم به حتى ينظر إلى التحقيق، وأن حتى يمنعه من الفرار ومن الهروب، من الفرار ومن الهروب. وأن هي عقوبة، يبقى العقوبة كما ذكرنا في حالة أن المدعي عليه رفض أن أداء اليمين، قلنا لم يأتي المدعي بالبينة ورفض المدعي عليه أن يحلف، يبقى قلنا أن الحاكم له الحق أن يقوم بحبسه حتى يحلف، يعني يبقى يمنعه متصرف ويجعله في مكان، قلنا حتى يحلف، يبقى لأن ده المطلوب منه أداء ذلك الواجب، إن رفض الأداء يبقى يقوم بحبسه. قلنا حتى يؤدي ذلك اليمين، حتى يؤدي ذلك اليمين. والأمر ده أيضا على مسألة المرأة في حالة اللعان، يبقى الرجل يلاعن هذه المرأة، قلنا نتيجة اتهامها بالزنا، يبقى اتهم امرأته بالزنا، أو أنه أراد نفي ذلك الولد، كان اللعان بين الزوجين، ونبدأ بالزوج كما هو معلوم، وبالتالي يدرى عن المرأة العذاب عن طريق أنها تشهد 4 شهادات بالله سبحانه وتعالى أنه كاذب فيما اتهم به هذه المرأة، فيما اتهم هذه المرأة. والخامسة أن غضب الله عز وجل عليها إن كان صادقا وإن كانت هي كاذبة. قلنا المرأة ممكن تمتنع، تحبس حتى تؤدي ذلك الأمر، يبقى تحبس حتى تؤدي ذلك، قلنا لأن العذاب هيدفع عنها عن طريق أن هي هتبرئ هذه الذمة بهذه الأيمان، إن رفضت اليمين يبقى لم يكن إقرار منها ورفضت اليمين، يبقى قال العلماء تحبس حتى تؤدي ذلك اليمين، أو حتى يكون منها إما الإقرار وإما اليمين لكن ترى لو نكلت عن اليمين لو لم تحلف، يبقى على ذلك نقول المسألة أنها لابد أن تحلف، يبقى إما أمر من الاثنين، إما أنها تقر ويقام عليها الحد، وإما أن هي أساسا تحلف حتى تدرى عن نفسها العذاب، هي لم تقر وكذلك أيضا لم تحلف اليمين، على ذلك نقول يقول العلماء تحبس حتى تؤدي ذلك الأمر، وأن لأن لا يصلح إن إما أن هي لا تقر وبالتالي تقول أرفض أيضا اليمين، يبقى على ذلك وطبعا رفضها لليمين مش معنى كده إثبات التهمة عليها، وبالتالي لا نستطيع أن نقيم الحد عليها، لأن الحدود بتدرى بالشبهات،
فلا بد من اقرار او بينه. يبقى لابد من اقرار او بينه. هي ما فيش اقرار ما فيش بينه، فقلنا ايمانات الزوج يمين الزوج هتقوم مقام البينه كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، لكن على ذلك اثبات الامر عليها يبقى لابد ان يكون باقرارها او ان هي تنفي ذلك عن طريق اليمين. قلنا لو نكلت وما حلفتش لم تحلف يبقى تحبس لغايه لما يكون اليمين منها، او ان هي اساسا تقر على نفسها. لكن مش معنى نقولها عن اليمين ان احنا ممكن نقيم عليها الحد، لان الحدود بتدرى بالشبهات. هنا ايضا قال حبس رجل في تهمه في اداء شهاده بان كذب فيها او بان ادعى عليه رجل ذنبا او دينا، فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم صدق الدعوة بالبينة، ليعلم صدق الدعوة بالبينة. يبقى على ذلك قال في هذه المسألة هل يحبس به؟ يبقى وش معنى الحبس به؟ إنه هو حيحبس، يبقى ده مقابل أداء الدين، لا ده يحبس عشان أداء الدين. يعني ما نظنش كده ان الحبس ده يبقى مقابل الدين اللي هو عليه وبالتالي هنحبسه مدة، ده نقول حيحبس لغاية لما يؤدي الدين حتى يؤدي ذلك الدين. كما قال أبو حنيفة رحمه الله في الرجل يعني لم يصلي، يعني الرجل لم يصلي وكان متكاسلا، قال يحبس حتى يصلي أو يموت. يعني نقول العلماء قالوا أنه حيقتل، والفرق بين العلماء في ترك الصلاة تكاسلا في قتله هل يقتل ردة ولا يقتل حدا. أبو حنيفة رحمه الله قال يحبس حتى يصلي أو يموت. يبقى نقول على ذلك يبقى الحبس كان لهذا الأمر، وبالتالي ملوش مدة محددة والله نحبسه 10 سنوات أو نحبسه سنة وبالتالي بعد السنة هنخرجه، لا ده الحبس ده عشان الأداء. يبقى لما يكون عليه دين وحيحبس، يبقى هذا رجل مليء وعليه دين وبالتالي أتى موعد الدين ولم يسدد، يبقى على ذلك يحل إيه عرضه وعقوبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يحبس حتى الأداء، يعني مش هنقول هذا هيبقى والله الحبس 6 أشهر مثلا وبعدها يخرج وانتهى كده الدين سقط الدين بالحبس، لا ده الحبس ده عشان يؤدي ذلك الدين. وبالتالي نقول يبقى امتى هيفك ذلك حبس ذلك الرجل؟ عند اداء الدين، عندما يؤدي ذلك الدين. نقول والله المدة مفتوحة، نقول والله في يدي الأمر، في يدي إن هو دفع الدين لأنه عنده يعني المال الذي يسدد به ذلك الدين، إن دفع الدين خرج وإن لم يدفع الدين يبقى أبقيناه على ذلك الحال حتى يسدد. ثم ذكر رواية أخرى عن بهز بن حكيم عن أبي عن بهز بن حكيم عن أبي عن جده أنه قال ابن قدامة إن أخاه أو عمه وقال مؤمل إنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب فقال جيراني بما أخذوا، فأعرض عنه مرتين ثم ذكر شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا له عن جيراني، خلوا له عن جيراني. فبيذكر يعني طبعا الشاهد من كده أنهم حبسوا هؤلاء، حبسوا هؤلاء، فأتى يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في جيرانه، فأعرض عنه مرتين ثم ذكر شيئا، ذكر كلام لا يليق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا له عن جيرانه، قالوا خلوا له عن جيرانه، إنهم أساسا يبقى أخذوا أصحابه جيرانه ثم قاموا بحبسهم، قلنا نتيجة التهم أو غير ذلك، ولما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في هؤلاء الجيران وأعرض عنه مرتين ذكر شيئا، قلنا كلام لا يليق يعني أن يتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا له عن جيراني. ثم بيذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب في الوكالة، قال باب في الوكالة، ذكر رواية عن أبي نعيم وأبي بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمعه يحدث قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنه إذا أتيت وكيلي، يبقى الوكيل نقول ده موكل من قبل، يبقى ده وكيل من قبل الموكل أن يقوم بالتصرف، نقول بحدود
ما أذن فيه الموكل للوكيل أن يتصرف فيه. يبقى نقول ده وكيله مثل في صرف كذا، في صرف الزكاة، وكيله والله في إطعام الفقراء، وكيله في مثلا دفع كذا أو شراء كذا. وبالتالي ذكر في هذه الترجمة في الوكالة، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقة، فإن ابتغى منك آية علامة أو دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله إلى ذلك الوكيل ليستوفي ذلك الأمر، قال: فضع يدك على ترقوتي. يبقى ضع يدك على ترقوتي، قلنا دي علامة، يبقى كانها علامة بين الوكيل والموكل. يبقى نقول آية أو علامة: والله إذا أتاك بورقة مثلا مني، إن أتاك مثلا بعلامة كذا، أو كلمك بإشارة كذا، يبقى على ذلك تقوم بدفع ما طلب. يبقى يستحب أن يكون هناك علامة بين الموكل والوكيل في أمثال هذه الأمور، لا يطلع عليها يعني غيرهما، يعني ما يطلعش عليها أحد إلا لو هيرسله هذا الموكل إلى الوكيل يستوفي منه شيئا ما. يبقى نقول له الله يعني قل له كلمة مثلا، قل له كلمة كذا، يبقى دي كأنها كلمة يعني نقول بين الوكيل والموكل، من خلال يعرف الوكيل أن الموكل فعلا أرسل فلان بكذا وكذا، أو نقول بورقة أو بأي إشارة أو علامة يفهم منها أن هذا مرسل من قبل الموكل. وطبعا فيها دلالة على صحة الوكالة، يبقى فيها أفعال فيها نيابة، فيها وكالة، فيها أفعال فيها وكالة، وبالتالي يبقى وكله في ذلك الأمر، يبقى كل أمر فيه وكالة، بس المطلوب من الموكل أن يتقير الوكيل الذي نقول عنده يعني فطنة في أداء هذه المهمة. يبقى نقول إن لما نختار وكيل، اختار الوكيل اللي هو يستطيع أن يقوم بذلك الأمر على أفضل صورة، وإلا هنقول إن الموكل بيتحمل تصرف ذلك الوكيل. الأصل كده أن الموكل بيتحمل تصرف ذلك الوكيل، إلا إن خرج الوكيل عن القيود والشروط الموضوعة فيتحمل ذلك الأمر. يبقى نقول أنه وكله بشراء يعني سلعة ما، يبقى وكله بشراء سلعة ما، يبقى على ذلك أنت وكيلك، فإن اشترى هذه السلعة يبقى على ذلك أنت تتحمل هذا الأمر. أقول له والله السلعة تلفت أو هلكت في يد ذلك الإنسان بلا تفريط، يبقى الموكل يتحمل هذا الأمر، الموكل يتحمل، لأن الوكيل أمين، يعني الوكيل أمين ولا يخون هذا الأمين. وبالتالي نقول إن الوكالة يبقى أعطيناه مبلغ من المال لتوصيله إلى فلان، سرق منه ذلك المبلغ بلا تفريط منه، يبقى نقول الموكل يتحمل، مش الوكيل يتحمل، لأن الوكيل في الحالة دي كأنه آلة، يعني آلة خادمة لذلك الموكل، فكيف نضمنه؟ يبقى لا يضمن عند ذلك. لكن للأسف نقول إن دي كلها أمور ضاعت بين الناس، أحكام دي ضاعت بين الناس، وكأن الإنسان كده برأت الذمة لما دفع المال للوكيل، نقول لا لم تبرأ بعد، قلنا ده هذا ليس وكيل الطرف الثاني، ده وكيل نقول هذا الموكل. يبقى لو كان مثلا مدين ودائن، مدين ودائن، لو الدائن ده أرسل ذلك الوكيل لقبض المال من المدين، يبقى مجرد المدين أعطى الوكيل المال تبرأ الذمة. نقول لماذا؟ أن ده وكيل الدائن، ده وكيل الدائن، يبقى يقوم مقام الدائن، كأن بالضبط كده الدائن هو الذي استلم المال، فإن نقول يعني تسلم الوكيل المال يبقى وضع منه، يبقى نقول يبقى هذا يتحمله الدائن، لأن هذا وكيل الدائن. نقول لكن غير المدين دفع لفلان المال عشان يوصله، يوصل ذلك المال إلى الدائن فضاع المال، يبقى نقول ما زال المال في ذمة المدين، قلنا لأن فلان الذي ضاع منه المال كان وكيلا للمدين مش وكيلا للدائن. قلنا البعض بيظن أنه طالما أعطى المال للوكيل يبقى عند ذلك برأت الذمة، يبقى أعطينا هذا الوكيل زكاة مال يقوم بإنفاقها على الفقراء، ضاع المال بلا تفريط، يبقى المزكي يتحمل، يبقى كأن المال ده لم يخرجه ذلك المزكي، نقول ده أخرج المال، أخرجه للوكيل، وبالتالي لما ضاع من الوكيل بلا تفريط كأنه ضاع بالضبط من المزكي. يبقى على ذلك يبقى المزكي لو جنب بعض المال
نقول والله زكاته مثلا 10,000 جنيه، جنب المال دوت من مالي وضعه في مكان سرق المال، يبقى ما زال في ذمة المزكي. قلنا امتى تبرأ الذمة؟ لما يقوم بتسليمه الى المستحقين. طبعا لم يسلمه ولكن سرق المال، يبقى ما زال في ذمته، ما زال في ذمته، لم تبرأ الذمة. كذلك ايضا لم تبرأ ذمة الموكل، قلنا الا بانفاذ الوكيل الامر اللي هو يعني انتدبه من اجله. يبقى على ذلك احنا بننتبه، والكلام ده في الوكالة، قلنا لان طبعا بتبقى امور فادحة، يعني خاصة في مسألة الحج والرمي وكده، يقول وكل فلان في الرمي، فلان ده رمى لنفسه ولم يرمي للآخر، يبقى مين اللي يتحمل؟ مش الوكيل، الموكل هو الذي يتحمل، ان الموكل لابد ان يتيقن ان الوكيل قد ادى هذه المهمة، ادى اللي هي المأمورية، ان لم يؤدي يبقى ما زالت ذمة هذا الموكل هي المنشغلة. لكن للأسف بيظن مع الوكالة خلاص انتهت قضيته، لا، لم تنتهي إلا بعد تنفيذ الوكيل لهذا الأمر أو تلك المأمورية التي انتدب من أجلها. ثم ذكر على ذلك أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تضرأتم في طريق فاجعلوه 7 أذرع، إذا تضرأتم في طريق فاجعلوه 7 أذرع. يبقى أيضا بيذكر في هذه المسألة، قال أبواب القضاء، قال أبواب من القضاء، قال فيها أولى تلك الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ضرأتم في طريق فاجعلوه 7 أذرع. لو اختلفوا في الطريق يبقى نقول اجعلوا ذلك الطريق الذي بينكم يبقى 7 أذرع. نقول الكلام دهوت غير لما يكون إنسان عنده أرض وترك طريقا، يبقى لا في الحالة ديت لا نلزمه، لا نلزمه أنه يكون الطريق ده بسعة كذا وكذا، لأن ده أمر أساسا غير مفروض عليه. يبقى لو صاحب أرض وترك طريق، يبقى الطريق اللي هو هيتركه ترك جانب من أرضه حتى تكون طريقا للناس، يبقى لا يجبر أنه الطريق أن يكون بسعة كذا وكذا، ده تطوع وتبرع، تطوع وتبرع. وكذلك أيضا لو كان ذلك الطريق المسلوك بين المسلمين، قلنا واسع مثل ذلك الطريق، ليس هناك حق لأحد أن يقتطع جانب من ذلك الطريق لنفسه، ولكن ده الكلام ده أرض ما بين أقوام، وبالتالي أرادوا أن يكون بينهم طريق، فعلى ما تصلحوا عليه، إن لم يتصلحوا يجعلوا الطريق 7 أذرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: إذا تضرأتم في طريق تنازعتم فيه فاجعلوه 7 أذرع. يبقى ده ما بين أرض قوم وآخرين، يبقى على ذلك نقول والله اجعلوا الطريق كذا. يبقى لو اختلفوا كده ولم يتصلحوا على نقول سعة ذلك الطريق يبقى 7 أذرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كأن ده أساسا لفض النزاع بين القوم، لفض النزاع بين القوم. لكن نقول طريق أوسع من 7 أذرع، هل يا ترى نخلي الطريق 7 أذرع وناخد باقي الطريق؟ لا، لا يجوز الكلام ده، لا يجوز. ولكن الكلام ده عند المنازعة نقول سعة الطريق كم يكون سعة الطريق بين الأرضين أو بين مثلا هؤلاء وهؤلاء، يبقى إن تنازعوا ولم يتصلحوا على نقول سعة الطريق يبقى يجعلوه 7 أذرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان تبرع من أرضه مش هقول والله لازم الطريق ما يكونش أقل من 7 أذرع، لا، على حسب ما يتبرع، ده ماله وتركه. ونقول برضك الطريق الواسع أكثر من 7 أذرع يبقى ليس هناك حق إن احنا نقتطع جانب من الطريق ونقول يعني يختص به الإنسان لنفسه، لا تضيق على الناس يعني الطرق. لكن هذا الكلام إن لم يتصالح ناس يبقى بين أرضهم وأرض الآخرين، لم يتصالحوا على سعة الطريق يبقى نقول الله يجعلوه 7 أذرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره قال فلا يمنعه، قال فنكث فقال: ما لي أراكم قد أعرضتم لألقينها بين أكتافكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه،
قال فنكسوا فقال ما لأراكم قد أعرضتم لألقينها بين أكتافكم، يعني معنى الكلام قال ما لأراكم قد أعرضتم، وكأنه أنهم أعرضوا عن قبول هذا الحكم، كأنهم لم يقبلوا هذا الحكم. قال البعض وكناية عن إلزامين بالحجة القاطعة على ما ادعاه، يبقى قال إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره، يبقى نقول طبعا يعني إن غرز هذه الخشبة في جدار الآخر يبقى لا يمنعه، إلا في حالة طبعا إن يعني هذه الخشبة تؤثر في الجدار، يعني الكلام ده لما ما يكونش لها أثر، يعني إيه اللي يمنعه أنه يستعمل ذلك، نقول الجدار في أن يغرز هذه الخشبة طالما لم يتأثر البنيان ولم يتأثر ذلك الجدار، والله يعني ده الشكل والمنظر الخارجي لغير ذلك لا، لكن نقول هو هيتأثر، يبقى لو دق هذه الخشبة في الجدار ممكن أساسا يتأثر يتصدع غير ذلك، يبقى يمنع، يعني يمنع من ذلك الأمر. لكن لو لم يكن هناك أثر على ذلك الجدار من غرز هذه الخشبة التي فيها منفعة لأخيك المسلم فعلى ذلك لا تمنعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط كده، كما لا تمنعه من أن يستظل بظل الحائط، يعني لا تمنعه أن يستظل بظل الحائط، قلنا لا يؤثر هذا على الجدار، يعني لا يؤثر هذا على الجدار، فلا تمنعه أن يستظل بظل الحائط. هنا كذلك أيضا إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. قال فنكسوا أي نكسوا رؤوسهم فقال ما لأراكم قد أعرضتم، يبقى كأنه ما فيش قبول لذلك الأمر، كأنه ما فيش قبول، لذا قال لألقينها بين أكتافكم، قال أي لا أقول الخشبة ترمى على الجدار بل بين أكتافكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالبر والإحسان في حق الجار، يعني أوصى بالبر والإحسان في حق الجار، فهذه أيضا من حقوق الجوار، يعني في حقوق الجوار، يعني كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله اختلفوا في معنى هذا الحديث، هل هو على الندب إلى تمكين الجار وضع الخشب على جدار الدار أم على الإجاب؟ قال فيه قولان، قول قال بالندب والقول الثاني قال بالإجاب، قال وأخذوا بظاهر الرواية، بظاهر الرواية قال ما لأراكم قد أعرضتم ألقينها بين أكتافكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره قال فلا يمنعه، يبقى ما يمنعوش من ذلك، لكن أيضا نقول لكن هذا الأمر يتوقف على المضرة الملحقة بصاحب الجدار، لو غرزت هذه الخشبة في جداره هل يا ترى يتأثر الجدار ولا لا؟ يبقى ممكن لو يتأثر يبقى يمنع هذا الجار أن يضع الخشبة أو يغرز الخشبة في جدار الغير، لكن لو لم يتأثر يبقى لا يمنعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضار أضر الله به ومن شق شق الله عليه، قال من ضار أضر الله به ومن شق شق الله عليه، قال أي من ضر مسلما، من أدخل على مسلم جارا كان أو غير جار مضر في مالي أو في نفسي أو في عرضي بغير حق أضر الله به، الجزاه من جنس فعله وأدخل عليه المضرة، يعني الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فلا تشق على الناس حتى يعني لا يشق عليك، ولا تضر الناس حتى لا تلحقك هذه المضرة، فمن ضر أضر الله به ومن شق شق الله عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من أضر بمسلم سواء كان جارا أو غير جار، طبعا هنا بالنسبة لحقوق الجار أقوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول إن هي المضرة يعني كمان أيضا بنسب وبدرجات كما بينا قبل ذلك في مسألة الزنا، يبقى الزنا بحالة الجار نقول يعني ده أشد أنواع الزنا، يبقى الزنا محرم، ولكن أشد أنواع الزنا أن يزني الرجل بحليلة الجار، قلنا لأن الجار من المفترض يعني أن يجد منك الأمن والأمان، يعني الأمن والأمان أن يأمنك على عرضه،
نقول على ذلك، ولكن يبقى أشد أنواع الزنا هو أن يزني بحريز الجوار. هنا كذلك أيضا الإذاء مرفوض تماما، ولكن أشد أنواع الإذاء هو إذاء الجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول ورد الروايات الكثيرة بذلك الشأن. فقال من ضر أضر الله به، قال من أدخل على مسلم جارا كان أو غير جار بضر في مال أو في نفسه أو في عرضه غير حق أضر الله به جزاه من جنس فعله وأدخل عليه المضر. ومن شق على مسلم، قال أي من نازع مسلما ظلما تعديا شق الله عليه، أي أنزل الله عليه المشقة جزاء وفاقة. وفي الحديث دليل على تحريم الضرر على أي صفة كان من غير فرق بين الجار وغيره. لكن نقول في المعاصي يبقى في نفس المعصية بس بتكون أشد وأقبح، نقول من هذه المعصية إن تمت مع الغير. يبقى كما بينا هذه الزنا هو الزنا، ولكن مع حليلة الجار يبقى أشد. نقول المضرة هي المضرة، ولكن مع الجار يبقى أشد، وهكذا. يعني اجتنبوا، نقول ثلاثة، أو اجتنبوا أكبر كبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يبقى كبيرة، ولكن هذه كبيرة أكبر من أختها. نقول حتى هذه الكبيرة ذاتها بتختلف درجات الكبيرة على حسب الأزمنة الأمكنة، على حسب الأشخاص. يبقى على حسب إيه؟ هي كبيرة، ارتكب الكبيرة في زمن محرم، في زمن فاضل، ارتكب الكبيرة في مكان نقول فاضل، ارتكب الكبيرة نقول يعني مع شخص ما، نقول على ذلك يبقى دي أساسا كلها بيزاد في إثم ومعصية الإنسان، على الرغم أنها معصية ابتداء كبيرة ابتداء، ولكن نقول بنسب بنفس الكبيرة، ولكن بنسب. يبقى هذه أشد من نفس الكبيرة وارتكبت مع إنسان آخر. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون من سلم الناس من لسانه ويده، المسلمون من سلم الناس من لسانه ويده. يبقى ده المسلم، المسلم الحقيقي اللي هو مطبق. يبقى نقول كف ذلك الشر عن الناس، كف شرك عن الناس. ثم ذكر رواية عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، فقال ومع الرجل أهله، فقال فكان سمرة يدخل إلى نخله فتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، قال فطلب إليه أن يناقله فأبى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى. قال فأبوا له ولك كذا وكذا، فأبوا له ولك كذا وكذا، يا أمرا رغبوا فيه فأبى. فقال أنت مضار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري: اذهب فاقلع نخلا. ولكن كما يقول المحقق أنها رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. والمقصد من هذا الأمر هو إزالة الضرر عن الغير، إزالة الضرر عن الغير. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه ذلك الطلب، قلنا هذا الأنصاري كان مع أهله وكان تأذى من دخول سمرة إلى نخله، قلنا كان نخله قليل، يعني نخله قليل، ولكن الرجل يتأذى، قلنا لأن فيها تبقى كشف عورات، ودي الغيرة الطبيعية للإنسان أن يغار على أهله. الغيرة الطبيعية للإنسان هو يغار على أهله، وكذلك أيضا فيها كشف العورات وفيها تضييق على أهل البيت، قلنا لأن المرأة في بيتها تتصرف، نقول يعني تتصرف بحريتها، فعلى ذلك حيبقى فيها نوع من نوع التضييق، لأن هذا طبعا بيدخل إلى نخله ويتعرض أن ينظر إلى عورات الآخرين. فعلى ذلك رجل يتأذى فطلب منه أن يبيع له النخل فرفض، طلب منه أن يناقله يبدله، يبقى بنخل آخر في مكان آخر لا يتأذى ذلك الجار من دخول ذلك الرجل على مكانه، فأبى. فلما رفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يبيعه أبى، أن يناقله أبى، طب هب له ذلك المال ولك كذا وكذا، رغبه أنك أنت العطول هدية
تركته له طالما أنت في غناء عن ذلك الأمر فلك كذا وكذا من الأجر والثواب. قال فأبى. فقال أنت مضارب، يعني كأنه كده تقول له والله طب حل الإشكال ده يبقى بكذا أو كذا وكذا، كل ده قال لك مرفوض. يقول له لا، أنت عايز بقى النزاع يبقى قائم والمشكلة تبقى قائمة، يبقى أنت مش عايز تحل المشكلة، مش عايز يحل المشكلة، لأنها كلها عروض، يعني نقول عروض يعني لحل الإشكال وحل هذه المنازعة. لكن نقول ساعات الإنسان بيتعنت، يتعنت في استعمال الحق، يبقى نقول لا، يعني الشرع أتى قلنا لحماية أيضا وصيانة أعراض الناس وحقوق الآخرين، فلا تتعنت في استعمال الحق، يعني لا تتعنت، يعني الإنسان مش المطلوب أنه يتعنت، ولكن المطلوب أن تيسر الأمر على إخوانك طالما كان في مقدورك هذا الأمر، وما فيش مضرة يعني تلحق ذلك الإنسان. إيه المضرة؟ نخلة بنخلة أو نخلة بنخلتين مثلا يبقى في مكان آخر، فعلى ذلك نقول يعني المسألة يسيرة، المسألة أساسا يسيرة، ولكن ده نوع من التعنت، يبقى تعسف في استعمال الحق. هو ليه حق أصلا؟ ده حقه، ولكن ده نوع من أنواع التعسف في استعمال الحق. ذكرنا قبل ذلك مسألة الاحتكار، المحتكر إيه؟ خاطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو ملكه، نعم ملكه، بس في تعسف، يعني في تعسف، في مضرة بالمسلمين، ولذلك قلنا أن الحاكم يبيع على ذلك المحتكر، مع أن البيع من شروط البيع رضا البائع، لكن رضا البائع هنا هنسقطه، الشارع اللي هو أعطاله الحق أن يعني يبيع إلا برضاه هو الذي أسقط رضا البائع في هذه المسألة. قلنا أن ده في تعسف في استعمال الحق، يعني في تعسف في استعمال ذلك الحق، وبالتالي التعسف أمر طبعا هنا يعني مرفوض تماما، مع أنه نقول معاه الحق، لكن مش معاك الحق معنى كده تتعسف، أو أنه هو استعمالك للحق ده يبقى هتحدث منه مضرة على الآخرين، فلا بد من إزالة المضرة طالما لن يكون هناك مضرة على صاحب ذلك الحق. وكذلك حتى لو كان في مضرة نقول لك المضرة خفيفة بمقابل المضرة التي بتلحق الآخرين. فعلى ذلك قال فأنت مضار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فاقلع نخلة، يبقى اذهب فاقلع نخلة، فطبعا ده على سبيل الردع والزجر. ثم ذكر رواية عن عروة رحمه الله أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حدثه أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسكون بها، فقال الأنصاري صرح الماء يمر، قال صرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزبير اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير فوالله إني لا أحسب، وهذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا دي كانت قصة رجل خاصم الزبير رضي الله عنه وارضاه في مسألة سقيا الماء، فعلى ذلك يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رجل خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسكون بها، فقال أنصري سرح الماء يمر، يبقى كان الماء بيمر أولا على أرض الزبير، يعني الماء نقول نبع الماء قريب من الزبير، فالماء بيمر أولا على أرض الزبير، وبالتالي عشان يصل الرجل يبقى نقول أنه هو حيمر على الزبير أو أرض الزبير أولا وبعد كده يأتي إلى الرجل. فقال سرح الماء يمر، يعني سيب الماء تمر لغاية لما تصل إلى أرضي. فأبى عليه الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايزه كده يسيب له الماء يتصل لأرضه وزبير ما استعملش الماء. فلما رفعت هذه الخصومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي يا زبير ثم ارسل إلى جارك، يبقى نقول يبقى هو أولى بسقي الماء لأن دي أول أرض يمر عليها الماء، فهو الأولى بأن يسقي الزرع ويأخذ ما يحتاج ثم يرسل الماء بعد ذلك إلى الجار، يرسل الماء بعد ذلك إلى الجار. فلما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب الأنصاري فقال رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني كانها فيها مجملة، أنت حكمت للزبير أنه ابن عمتك،
فعلى ذلك يعني حكم له للقرابة، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال اسقي ثم احبس الماء حتى ارجع الى الجدر. استوفي حقك بقى، حقك كده انك انت تسقي لغاية لما تتشبع تماما الارض حتى يصل الماء الى يعني اصل البستان اصل الحائط. فقال الزبير فوالله اني لا احسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طبعا نقول كلمة شديدة جدا التي ذكرها ذلك الأنصاري. قالوا هذا الرجل يعني قالوا هذا الرجل نسب إلى النفاق، نسب هذا الرجل إلى النفاق، يعني هذا المقال نسب الرجل إلى النفاق، قلنا كلمة شديدة. وقال القرطبي رحمه الله يحتمل أنه لم يكن منافقا بل صدر منه ذلك عن غير قصد، يعني كما اتفق ذلك لحاطب بن أبي بلتعة ومصلح بن أثاثة وحمن وغيرهم، مما من هنا نقول يعني الكلام تبادر من لساني، تبادر من لساني، وأن ساعات اللسان بيبقاش ضابط للكلام، يعني ضابط للكلام، ولكن نقول مهما كان للغضب يبقى على ذلك أملك عليك لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في لحظات الغضب ممكن الإنسان يتفوه بكلمات يتأسف منها بعد ذلك، يعني نقول الغضب بيجعل الإنسان ممكن يخرج كلمات يتأسف منها بعد ذلك. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه نقول تكلم مع عمر بكلام شديد وكان يعني غضبان وأراد أن يتأسف بعد ذلك هذا الكلام. قالوا يعني دايما كده الغضب بيصدر من الإنسان كلام ممكن يتأسف منه بعد ذلك بعد ذهاب الغضب. لذلك نقول في الغضب يعني أملك عليك لسانك، انتبه دايما كده في مسألة الغضب لا تغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا تصرفات كثيرة ممكن تظهر الإنسان. لذلك بنجد أن يعني نقول يعني معظم حالات الطلاق نتيجة غضب ومشاحنة بينه وبين امرأته، وبالتالي نقول غضب فأراد أن يقع عليه عقوبة فكان الطلاق، يبقى ده اللي بيحدث، يبقى نتيجة الغضب يقول لك والله كنت غضبان. ما هو مفيش حد هيبقى قاعد كده والله بيتسرى مع امرأته ثم يقوم بتطليقها، ما هو في مشاحنة وغضب وغيظ مثلا وتعنت لغير ذلك، فنقول الغضب هو بعد كده بيندم بعد ما بيخرج الكلمة مباشرة بيبدأ ايه الندم. فنقول لا تغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دايما إياك والمخالفة، قال لا تغضب. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الوسائل اللي احنا نعالج بها الغضب، إن كنت قائما تجلس، وإن كنت جالس والله تضجع تقوم فتتوضأ وترك على الله عز وجل ركعتين، قلنا يذهب هذا الغضب أو يذهب هذا الغضب عنك. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول أن ساعة الغضب تكلم الرجل بهذه الكلمة، نقول كلمة طبعا هنا كلمة شديدة جدا حتى تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة. فالإمام القرطبي رحمه الله قال يحتمل أنه لم يكن منافقا بل صدر منه ذلك عن غير قصد، كأنها كلمة عفوية كده نتيجة الغضب، فما ملكش اللسان ما تحكمش في الكلام، يقول لك لا المطلوب أنك أنت عبد، ساعة الغضب عبد وساعة الفرح عبد، في ساعة الفرح يبقى أنت عبد برضه كده لما تتكلم ما تتكلمش بكلام يعني يخرج عن عبودية هذا الإنسان رب سبحانه وتعالى. ساعة الغضب كذلك أنت عبد في الغضب، في الغضب أنت مش يسمح لك ما لا يسمح في غير الغضب، لا مش مسموح لك أيضا أنك أنت تخرج عن طور العبودية حتى في حال الغضب، يبقى لا تقل إلا ما يرضي الرب. ساعة المصيبة برضك أنت عبد، لا تقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. ساعة الفرح نفس الأمر، أي نوع من أنواع التغير بيطرأ على الإنسان أنت ما تنساش أنك أنت عبد، يبقى على طول كده تقول إيه التصرف عشان أكون عبد، إيه التصرف الموجود في هذه المسألة، هل يا ترى يبقى الغضب يقابل بغضب كده ويقابل بسب وشتم ولا غير ذلك، ولا كيف نقابل ذلك الأمر؟ دايما كده أنت عبد، تذكر دايما حتى وأنت غضبان، نقول مهما كانت شدة ذلك الغضب استعمل هذه الوسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الخير كل الخير في الاتباع، خير كل الخير في الاتباع. وبالتالي مهما يكون غضبان مهما يكون البعض ساعات يغضب ويعني شايف كده لو انت هديته شوية يقول لك يعني بيذكر لك انه غضب على حق
حتى لو كان على حق ما تخرجش أبدا عن طور العبودية. مش من حقك أبدا أنك أنت تخرج عن أنك أنت تكون عبد لله عز وجل. ما لا يسمح لك أنك أنت لا بسب ولا بشت ولا أنك أنت تؤدي أي أفعال ممكن تتأثر من الإنسان بعدما يذهب عنه ذلك الغضب. فعلى ذلك نقول الغضب الجاو إلى مثل هذه الكلمة. فلذلك قال أن هي ممكن تكون خرجت منه عن غير قصد كما اتفق لحاطب بن أبي بلتعة مصطفى بن أثاثة وحمنة وغيرهم ممن طبعا هنا يعني تكلم وبادر بكلمات يعني يحاسب عليها. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير بالغضب لانتهاك حرمة النبوة فقال اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. يعني يسقي مش فقط كده قال له اسقي وارسل الماء لجارك ولكن الثاني لما تكلم بهذه الكلمة خلاص يستوفي بقى حقه يستوفي حقه حق في ذلك أنه يسقي. قلنا لغاية لما نقول يحبس الماء لغاية لما يرتفع وصل إلى الجدر يبقى أصل إيه الحائط. فعلى ذلك ده حق أساسا في السقيا يبقى ده حق في السقيا. لكن الثانية كان فيها مراعاة للأخوة مراعاة للجيرة يعني فعلى ذلك ممكن يبقى فيها نوع من أنواع التراضي بين الطرفين. لم يستوفي حقه ولكن قال له يعني والله يسقي الأرض وبعدين ارسل الماء إلى جارك. وقال وما أمر صلى الله عليه وسلم الزبير أولا إلا بالمسامحة وحسن الجوار بترك بعض حقه. فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه أمره باستفاء تمام الحق. يبقى قال إن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ذلك يبقى بالمسامحة وحسن الجوار وقال بترك بعض حقه. يبقى من حسن الجوار أنت بتترك بعض الحق أهو. يبقى ما كانش حقه إن هو كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة لما تكلم الأنصاري بهذه الكلمة. لكن الأولى دي كان عبارة عن يعني مراعاة لحسن الجوار وكذلك المسامحة في استفاء الحق يعني يبقى سمح إذا باع سمح إذا اشترى سمح إذا اقتضى أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زي إنسان كده والله يعني طالب من فلان 100 جنيه ده القرض اللي عليه فعلى ذلك مسامحة كده يعني ترك له بعض المال وأخذ البعض الباقي سمحه يعني في مسامحة كده حتى في مسألة الاقتضاء. يبقى نقول طيب نفسي كده ده المسلم يعني ده المسلم عنده سماحة عنده عفو عنده صفح عنده إحسان ده المسلم يعني هذا هو المسلم. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع عليه الأمر نقول على ذلك ما حكموش الحكم ولكن يعني تصلحوا افعل كذا مثلا أو اترك له كذا ده نقول من باب يعني المصالحة والرضا بين الأطراف. لكن نقول ده لما تفوى بهذه الكلمة فذكر الحق بقى في المسألة يبقى الحكم فيها كذا الحكم فيها كذا وإلا الأولى كانت على سبيل المسامحة وحسن الجوار كانت عن طريق المسامحة وحسن الجوار. ويعني نرجع بقى بإذن الله سبحانه وتعالى باقي روايات المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.